السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات متابعي ومشاهدي قناة تبادل المعلومات التقنية Change Information Tech. أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي لكم ولكل الإخوة الفاعلين في هذه القناة سواء من الشراح وكذلك إدارة القناة. اليوم جبنا لكم تطبيق أعتقد أنه أحسن تطبيق وهو يستخدم في قراءة المستندات وكذلك التعرف على الأشياء، وهو تطبيق سيينج أو سيينجاي. هذا تطبيق ملاحظة فقط أنه موجود على الأبل ستور الأمريكي، يعني اللي ما عندوش حساب أمريكي يحاول أنه يفتح حساب أمريكي على الأقل يتيليشارجي به هذا التطبيق نتيجة لأهميته. كما قلت لكم هذا تطبيق يتوفر حاليا من إنتاج مايكروسوفت، وهذا التطبيق كذلك يحتوي على عدة لغات عالمية ما عدا اللغة العربية. لو أنهم يضافوا له اللغة العربية راح يولي أحسن تطبيق. يعني بدون إطالة في هذه المقدمة نروح مباشرة لاستعراض التطبيق، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير ونعود إليكم. قناة تبادل المعلومات التقنية، قناة مختصة في برامج هواتف الأندرويد وأكثر. اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو. إذن عودة إليكم باش نقوم باستعراض هذا التطبيق Seeing Eye، تطبيق ممتاز وتطبيق رائع جدا لقراءة النصوص المكتوبة أو التعرف على الأشياء. والميزة الجميلة اللي فيه أنه يتعرف على الأمور، يعني يتعرف عليها أوتوماتيكيا. هو مصمم خصيصا للمكفوفين وضعاف البصر كما قلت لكم في المقدمة من شركة مايكروسوفت. بدون إطالة نروحوا للتطبيق. Enunciation activée. Sélectionné. C'est un i. Activé. C'est un i. Menu. Bouton. Seeing eye أو seeing كما راه مكتوب. إذا نروحوا لأول حاجة نلقاوها هي الماني. الماني راح نلقاو فيه بعض الأمور نحتاجوها. باركورير دي فوتو هنا بمعنى أنه كي نحبوا نروحوا نجيبوا كاش فوتو من مكتبة الصور. أو اد بوتون اد هنايا فيه المساعدة. كومونتير بوتون كومونتير. بارامتر بوتون البارامتر هذه تهمني بزاف، ندخل نشوفها. بارامتر بريسيدون بوتون بيي بوتون. هنايا كي حب تعرفوا العملة النقدية نغيروا له هنايا، من هنا نخيروا العمله تاعنا اللي نحبوا نقراوها. الا كان اورو ولا دينار كنديان ولا الدولار الامريكي الى غير ذلك نكليكيو هنا تتفتح لنا قائمه نخيروا العمله اللي نحتاجها، ولكن مع الاسف ما فيهش العملات. افيرتيسمون باتري فيل فيرمي بوتون. ما فيهش العملات العربيه. بريسيدون العملات العربيه مش موجوده فيه. بارامتر بيي كونفيغوري لي راكورسي سيري بوتون. كي نحبوا نكونفيغوريو لي راكورسي سيري معروفه لنجمعه الايفون. Réorganiser les chaînes. Gérer l'icting. Réorganiser les chaînes. Bouton. هذه ما فيهاش حاجة يعني اللي فريمون خليوها كيما راها. Gérer l'icting. Bouton. Activer. Gérer l'icting. Toucher deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage. M'activia. C'est un et ajuste automatiquement le flash. Reconnaissance vocale. En tête. Sélectionner une voix. Bouton. La reconnaissance vocale. هنا نسيليكسيوني ولا فوا اللي نحتاجوها، وهي نفسهم لي فوا اللي راهم موجودين في الفويس اوفر. توما إيملي إلى غير ذلك. نتمنى إن شاء الله أنه يزيدوا له اللغة العربية باش نلقاو حتى طارق وماجد إلى غير ذلك. إلا كان إحنا كتبنا الميكروسوفت إن شاء الله يا ربي أنهم يستجيبوا ويزيدوا اللغة العربية لهذا التطبيق. ديبي دو بارول 50% أجوستابل. ديبي دو بارول 54% خليوها كما راها، ولا اللي حب يزيد على ذوقه. أجوستي لا ريكونيسونس فوكال بور لي زانون. باركورير دي فوتو. أفيشي لي فوتو لي بلو ريسونت أون بروميي بوتون. هنايا بوشي دو فوا ليكرون رابيد بلي ريسونت، يعني الاولين اللي درناه مؤخرا نخليوها هكذا اكتيفي خلاص. بريسيدون بوتون بريسيدون بارامتر بوتون الامور اللي موجوده فيرمي بوتون اللي موجوده في الماني. ما فيش امور كثيره عباره على الماني، هو عباره على سيتينغ. اد رابيد بوتون هنايا الاد رابيد هي المساعده بسريعه. بروندر اون فوتو
دريم فوتو هنايا على حساب لاشين قادر يعطيك برون دريم فوتو قادر ما يعطيكش. حنا الشيء اللي يهمنا نروحوا هنايا شان نروحوا هنا اللي شان لي شان دوكيومنت تكست كو تكست كو تكست كو تكست 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 كو ريزو جي لي شان هنايا اد رابيد بوتون لي شان هنايا هما الخدمات شان تكست كو اجوستابل balayer l'écran vers la gauche ou la droite هما الخدمات اللي يعطيهم لنا مثلا تكست كور. تكست كور هنايا كيكون قدامه نص مباشره راح يبدا يقراه بالفرنسيه او بالانجليزيه على حسب اللغه اللي درناها له. كذلك دوكيومنت يخدم عن طريق الاجيستابل دونك نطلع بصبعي من تحت للفوق في الشاشه راح يعطيني ليشان هنايا في اقصى اليسار عفوا في اقصى اليمين. هنا عندنا دوكيمو هنا كنحبوا نصوروا له دوكيمو يقراه لنا. كذلك برودوي لي برودوي هنا كنكونوا في كاش محل تجاري ولا في كاش سوبر ماركت. بيرسون هنايا البيرسون راح يقرا لنا الاشخاص. بيي لي بيي هما الدراهم. سين ابيرسو سين ابيرتو هنا راح يقرا لنا الاشياء اللي موجودين امامنا نصوروهم له يقراهم لنا. كولور ابيرسو نوار غري او موان ديغري يعني او شاف اول نوار. كولار اول كولار شافه قدام اخرى. لومينوزيتي مشتغل اناره مشتغل. بيي برودوي دوكيومنت تكست كور تكست كور تكست كور نخليو تكست كور ونحاولوا ان نشوفوا له نص. هاي ورقه امامي نقدي ولها الكاميرا سلا Archfius des M, dans MQ 2013 et la de Rundkak Krieg professionnel, or, dans, afin de mieux gérer ses EGNAI, S et samedi, mercredi 10, je M, 20, O, 00, 00, 00, 4, 5, 6, mar, mercredi, 8, 20, samedi, dimanche, 13, mercredi 14, 15, vendredi 16, samedi 17, DM 18, 19, 20, 21, 22. Archivage des messages tirés du bas, dans Outlook 2013, afin de mieux gérer ses emails et sa boîte de messagerie professionnelle, vous, sauvegardez vos emails sur votre ordinateur pour libérer espace et faciliter, réutilisation d'Outlook. Tout d'abord, faut vérifier les 15, 19 U22, 23 A, 24, 25, 27 est sur votre, chaîne, texte court. دوكيومون هذه كيكونوا في كتاب ولا حاجة نصوروا له الصفحة من الكتاب يقراها لنا. كذلك برودوي لي برودوي هنا كما قلت لكم كيكونوا في محل تجاري نقراو به الكود بار. بيرسون البيرسون مثلا باسكولي سور لاباريل فوتو افون بوتون نحط هذه افون باسكولي سور لاباريل فوتو بريسيدون صورة لي انايا راح نستنى شوية ان فيزاج ا بروكسيميتي دو بور انفيريور ا موان دان متر سوسبوندر لي reconnaissance facile prendre une photo zéro visage نحط الكيرسر تاعي في بروندر ان فوتو ونحاول ناخذ صوره سيلفي ليا ننتظر شويه حتى يعطيني فقط un visage à proximité de bord inférieur à moins d'un mètre ايوا zéro visage traitement en cours هنايا عندنا صوره سيلفي aucune personne n'a pu être détectée enregistré partager bouton fermé menu bouton aide rapide prendre une photo prendre une photo نخليها حتى نعاود نشد لا فوتو تاعي un visage à proximité de bord inférieur à moins d'un mètre zéro visage traitement en cours aucune personne n'a pu aucune personne fermé menu bouton un visage à proximité de en bas à gauche à moins d'un mètre menu zéro visage parcourir des fermé bouton menu prendre une photo bouton un visage à proximité de bord inférieur à moins d'un mètre traitement en cours بمعنى انه كيقول لي فقط باللي راه كاين فيزاج منا كذا ثم بعد ناخذ الصوره تاعي باش نكون رابيد هاو يدير في التريتمون في الوصف تاع الصوره اوكي كمل nous sommes désolés la demande a expiré
Réessayez dans quelques instants. لازم هنا كي يجينا الميساج هذا نعاود نخرج من التطبيق نغلقه ونعاود نفتحه باش نستفيد من هذا الخدمة مع الأسف الشديد. المهم الأمور واضحة، الصورة واضحة. لما نحط الكيرسر تاعي على بروندر ان فوتو ولما يقول لي باللي فوالا راه كاين فيزاج وكذا كذا، ثم نكليكي على بروندر ان فوتو نكليكي عليها دو فوا راح ياخذ لي الصورة. شين بيرسون اجوستابل بالي ليكران في بيرسون بيرسون chaîne personne scène aperçue couleur aperçue scène aperçue prendre une photo bouton traitement en cours اي حاجه امام الكاميرا نحاول اني نصورها باش يعطيني هو واش كاين فيها probablement un ordinateur portable s'asseyant au-dessus d'une fenêtre قال لك راه كاين ميكرو بورتابل والى غير ذلك هنا يعني مفتوحه امام فيرمي بوتون هذا هو اخواني تقريبا الكولر كي جوست يلقى اي كولر يندكتيه يقول لنا الكولر هذاك واش هو جرين وار الى غير ذلك الى غير ذلك هذا نستفيدوا منه في حاله ما حبينا نبدلوا الملابس تاعنا ولا حاجه ان نشوفوا لي كولر اللي راح توافقنا ونحاولوا ان نغيروا الملابس دونك هذه هي يعني شرحنا اليوم او استعرضنا اليوم لهذا التطبيق ان شاء الله يكون عجبكم إذا عجبكم هذا الشرح ديروا لنا جام إذا ما عجبكمش ديروا لنا ديسلايك وخلوا لنا تعليقكم لتحت احنا نجاوبكم عليه وإذا كان أول مرة تشاهدوا هذه القناة وماذا بكم تدخلوا وديروا لها أبوني وكذلك تشغلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد إن شاء الله اللي رانا نقدمه فيه في هذه القناة تحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته